السلام عليكم. اليوم راح نشوفوا النيفو تاع الزيت، زيت الهيدروليك من يجي. هذه جروف جي ام كا 30.5، يعني ما بين هذو زوج روضات من جهة لاكابين تاع الشوفور. نشوفوا في الميزان هذا، كيما هكا راه فارغ الزيت تاع الهيدروليك، ولازم نشوفوه منين نعمرو له من هذيك، وراهم شغل طالعة شوية هذيك في الكروات، دوك نفتحوهم ونزيدو لها الزيت. طبعا لازم نهز لافليش وندور روطاسيو باش نقدر نعمر. ها بعد ما طلعنا لاغري نجو لهاد البلاصة، لأنه هنا الريزيروار تاع الزيت الهيدروليك، وهادو دايرينهم يعني لابريسيو اللي في الريزيروار باش تنفس منه، هادي وهاديك هي بلا ما تنفسها، لكن حنا نحاولو نفسو قبل ما نفتحو هاد الكروات، لأنه هذا دايرينو شغل فلتر يتنفس منه باش يعود لابريسيو في الريزيروار، ما هي يعني الضغط في الخزان لما ما يعودش كاين يتنفس من هادو زوج. كاين هنا كاين لهي، ونجو لهنا نفتحو هادو ثلاثة. حاولوا لا عليكم فيها تراب ولا حاجة، هذا بيك ما يتحش الرزق، رغم انه فيها فلتر هنايا. دوك نروحو نجيبو الزيت ونزيدوه. بعد ما عمرنا الزيت نجيو نشوفو النيفو هنا، او وان كان زدناه شويه لكن طلع قبيله ما كانش كاين كل. السلام عليكم ورحمه الله.